في أغلب جرائم السرقة الشرطة بتقبض على الشخص اللي بيسرق، بس في الجريمة دي الشرطة قبضت على اللي بيسرق واللي بيتسرق. يا ترى ليه؟ أنا أحمد النجار وأحكي لكم اللي حصل. عامل في محطة بنزين في أمريكا اسمه إيزايا بلغ الشرطة إن في شخص ملثم طلب منه إنه يديله كل الفلوس اللي في الخزنة تحت تهديد السلاح، وطبعاً إيزايا ما قاومش واداله الفلوس وبلغ الشرطة باللي حصل. وبعد أيام الشرطة قدرت توصل للحرامي، وفي التحقيق المجرم قال لهم إن مش هو اللي دبر السرقة، وإن في واحدة يعرفها هي اللي طلبت منه إنه يروح يسرق البنزينة دي بالذات. ولما جابوا الست دي كانت المفاجأة، قالت لهم إن إيزايا نفسه هو اللي طلب منها إنها تخلي حد يجي يسرقه، وكمان وريتهم سكرين شوتس للشات اللي بينها وبينه عشان تثبت كلامها. تخيلوا بقى ان إيزايا طلب منها الطلب ده عشان كان تعبان وعايز يمشي من الشغل بدري. فساعتها الشرطة حققت مع إيزايا وفعلا اعترف ان هو طلب منها الطلب ده عشان يمشي بدري، واتقبض عليهم كلهم بتهمة الاختلاس هو وهي والشخص اللي سرق. قولوا لي في الكومنتات ايه اغرب حاجة عملتوها عشان تمشوا من الشغل بدري.